نجوم في الفن والشعر والطرب من أبناء مدينة الموصل. برعوا في العديد من المجالات الفنية إبداعات في مختلف الأجناس الأدبية. مجالات عديدة أبدع فيها أبناء الموصل وقدموا فيها أفضل ما لديهم حتى أصبحوا فيها من المشاهير. نستضيفهم في كل حلقة ونتعرف على مسيرتهم وأبرز الصعوبات التي واجهتهم وكيف تجاوزوها. نسمع فنهم وأداءهم وشعرهم لكي تكون السهرة موصلية.